لقاء عملته زميلتنا هدير أبو زيد من العالمين الجديدة، زي ما هدير معودانا دايما. اللقاء المرة دي هيكون مع الفنان محمد عدوية على هامش مهرجان العالمين الجديدة. نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام في التاسعة. لسه مكملين مع حضراتكم وفعاليات مهرجان العالمين، والنهارده نجمنا صوته من قلب مصر، ابن بلد وابن استاذ من اساتذه الطرب والغناء في الوطن العربي، وليه لونه وطريقته المختلفه والخاصه جدا في المزيكا اللي قدر بيها انه يحجز مكان كبير في قلوب الناس. النهارده منور العالمين النجم محمد عدويه، يعني بنتمنى لك كل التوفيق في الحفله. الله يخليك. وعايز اعرف تحضيراتك ايه للحفله، وايه كمان انطباعاتك عن مدينه العالمين. اولا اهلا بيكي طبعا منوره، ولا حاجه، انا مبسوط جدا بصراحه، حاجه مشرفه جدا، و العالمين دي حاجه جامده قوي. يعني انا هتبتدي بايه، وحفله للطرب الشعبي بالشكل ده؟ لا انا مبهور فعلا، بس ثانيه واحده، انا مبهور فعلا يعني بالجمال اللي احنا فيه ده، يعني حاجه حلوه جدا. دي حاجه بسطاني طبعا، دي اولا. تاني حاجه طبعا محضر حاجات كتيرة قوي، في مفاجآت، وفي الاغاني اللي الناس بتحبها اللي متعوده عليها يعني. وهتغني قديم جديد؟ يا مسهل. طبعا. لا ده ألبوم، بس ده انت عارفه بننزل كذا اغنيه من الألبوم دلوقتي، يعني مفيش حاجه اسمها، انت عارفه السي دي يعني انكرت شويه، والشرايط والحاجات دي. طب خليني اقف هنا بقى. ايه رايك في موضوع ان الاغاني دلوقتي ناس بقت، بصي الموضوع هيطول لان انا اشرح لك الموضوع دلوقتي. بس طبعا انا مبسوط اني معاكي، ومبسوط في العالمين، وده حدث عالمي حلو جدا يعني. فخلينا ممكن مثلا نسمع دلوقتي الاغاني اللي هنقولها. نسمع طبعا. طب يعني نطلع مع بعض ولا ما ينفعش نصور؟ لا عايزه بس اعرف محضر ايه للناس في مهرجان العالمين. محضر؟ لا في، بخليها مفاجاه. عندنا مفاجات يعني النهارده. يعني طبعا في طبعا سامحني يابا، في حاجات طبعا، في الحاجات اللي هي الحمد لله عايشه مع الناس، تترات المسلسلات والاغاني بتاعتي خاصه، وفي اغاني جديده نزلت الناس برضو عجباها، فغنيها لها النهارده لايف، يمكن اول مره اغنيها النهارده في العالمين لايف. طب دي يعني حاجه تسعد الناس جدا. انا سعداني طبعا جدا، خصوصا ان الناس في مهرجان العالمين بتستنى المفاجآت دي. عايز اسالك كمان على وضعنا، لانه كسرت الدنيا. طبعا عملت ترند كبير جدا جدا مع حبيبنا طبعا عدويه ومحمد رمضان. طبعا عملتوا حاله حلوه جدا في الاغنيه. حلوه، اغنيه جميله جدا، ومحمد رمضان دمه خفيف، وممثل طبعا يعني جامد ما شاء الله عليه، محمد مجتهد جدا، والاستاذ الكبير طبعا بقى يعني انا شهادتي طبعا، ده بقى ده في حته ثانيه، وشهادتي مجروحه بالنسبه لي يعني. صحيح. كون ان تكون ابن عدويه ده شرف، ده اكبر شرف في حياتي. طبعا. لكن انت قدرت انك تخلق لون ليك، الحمد لله، الحمد لله، تخلي الناس تحبك وتستناك وتسمع اغانيك. ما ده لازم يعني، لازم يبقى ليكي قالب وليكي شخصيه عشان الناس تروح لك يعني. احنا بنتمنى لك كل التوفيق النهارده. ربنا يخليك، ونفسي اطول معاكي اطول من كده، ونتكلم ونشرح حاجات، بس اكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. طب انا عايز اختم بصوتك انت اللي تختم. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. شكرا، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا، هتنور النهارده. ربنا يخليك يا فندم.